هذا هو الشعب المغربي، هذو هم المغاربة الذين لهم حارة في القدس، والذي لهما حارة ولهم باب، باب المغاربة. فنحن نسير على خطى أجدادنا وملوكنا الذين مروا من هذه الأرض الأبية، نمشي على خطى صلاح الدين الأيوبي. نحن اليوم خرجنا منذ اندلاع هذه الحرب الغاشمة الغير المتوازية بين شعب يملك أرضه، بين شعب وشعب غاص وشعب غاص وصهيوني عدو غاشم وعدو غاشم مغتصب لأرضنا أرض فلسطين، والذي جيش العدو الأمريكية وجيش الدول الأوروبية الصليبية يعيدون إلى ما قاموا به أيام صلاح الدين الأيوبي، الحروب الصليبية. هذا الشعب الأعزل فنحن معه كما كنا دائما، والمغاربة خرجوا كما كانوا دائما بجانب الحق. هذه قضية ديال الإسلام عروبة وإنسانية، والله هذا عيب وعار. لا دين ولا إسلام ولا أخلاق ولا عروبة، ولا حتى كان هذا الشيء في زمان ولا حروب دازت وما كانش بحال هذا. راه حشومة، حنا زعما راه هذا الشيء راه فوق الحد. رحنا مع الإسلام، رحنا مع الدين، رحنا مع العروبة، مع الإنسانية. وحشومة كل شيء تعيش في دنيا، الدنيا ديال الله تعالى. علاش هاد اليهود دايرين بحال هكا؟ علاش هاد الصهيون هادو كيشتتوا الاطفال؟ وغتبقى دائما وغتزرعوا الدين في الاسلام ديالنا، وغنزرعوا العروبه والانسانيه. ولو ماتوا الفلسطينيين غيطلعوا فلسطينيين اخرين، ولادنا ان شاء الله غادي يدافعوا، ان شاء الله غيطلع جيل اخر اللي ان شاء الله غادي يحمي. الله تعالى وعدنا بالنصر وغادي ننتصر باذن الله. اتينا الى هنا من اجل مناصره القضيه الفلسطينيه، فهي قضية كل الشعوب على بعد شهرين من العدوان الاحتلال الصهيوني ضد الأطفال غزة، ضد الفلسطينيين، في سبت رهيب للدول العربية وللدول العالمية. ونحن شعوب لنا حرأة على فلسطين، وأن هذه القضية الفلسطينية فهي قضية قضية حق، وأيد سينتصر الحق. قول الشهيد تحية، للمقاوم تحية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.